أنا كنت بشتكي من شكوى من أكتر من سنتين، وهي بداية صعوبة في البلع ابتدت تزيد تدريجيا خلال السنتين مع أعراض شبيهة بأعراض ارتجاع المريء. ولما أخذت رأي مجموعة كبيرة من الدكاترة هنا في الشرقية، للأسف كان كل التشخيص هو ارتجاع في المريء. تم تحويلي من أحد المستشفيات الخاصة في المنطقة الشرقية لمستشفى مواساة الدمام، لأن جهاز قياس حركية المريء مش موجود في المنطقة الشرقية إلا في مستشفى مواساة الدمام. فدكتور طمني وحدد لي موعد لقياس حركية المريء، بالرغم أنه هو شخصني كتشخيص مبدئي بالحالة اللي هي حالة الأكاليزيا، وهي ضيق في الصمام بين المريء والمعدة، وحدد لي موعد عملية. العملية دي أنا لما روحت المستشفى الخاص قبل ما يجي مستشفى المواساة كانوا قايلين لي أن العملية لا يمكن أنها تتعمل، مش موجودة أصلاً، التقنية دي مش موجودة أصلاً في الشرقية أو في المملكة كلها. أخيراً أحب أن أنا أشكر مستشفى مواساة الدمام، لأنه أنا اتبدلت حياتي من سنتين كنت في قمة في المعاناة من حالة نادرة وحالة ما تمش تشخيصها وحالة تم تشخيصها خطأ للأسف، لكن في مستشفى مواساة الدمام الصراحة تم تشخيصها وعلاجها، يعني كل حاجة تمت في مستشفى واحدة في وقت قصير جداً. فشكراً مستشفى مواساة، شكراً للدكاترة، شكراً للتمريض، شكراً للإدارة، شكراً مستشفى المواساة.